أشتغل بالغصب، بالغصب وبالحطب. حطب يعني ما تقول الأربع، يعني عوادين، يعني احنا نقول عوادين أو عمدان، يعني بالغصب والزل، اسمه زل ويقولوا له غصب. فهو نحوك زروبة، نحوك زروبة لأجل لقاية، لأجل قضاء حاجة الناس وحاجتنا. يعني اليوم في للأوادم، في للحيوانات، في حوش، ما عندك استطاعة تحوش على بيتك تحط حوش ستر. هذا طبيعة عملنا. Yeah. هذه خيوط جبنا هالعود وحطيناه، وجبنا الخيوط وحطيناهن، وقمنا تناوشنا هالحطب وقمنا نقشر ونحوك. الزرب انه يعني خفيف، مثل يريدوا الفي، يريدوا كذان يسوي مثل حوش، يريد يسوي اي شيء يصير.